تدخل هذه البادرة التي قام بها شباب التجمع باسم الاحترام في إطار نشاطاتهم الإنسانية التي دأبت جمعيتهم تنظيمها منذ فترة، ويأتي ذلك في الوقت الذي يحتاج فيه المرضى للدم بصورة كبيرة. أنا أتشاهد بخاصة أنا أقنن أنجمعنا هنا عشان يمرق بالقطرة يجوا ينطوا الدم لأخواننا المرضانين، لأن شنو تنط الدم لنادي المرضان، لأن ده شغل عديل من جانب أنا الله كل شغل، يعني أنت سوفي في أنا الإنساني. أنا سوجا اليوم ده نجي مرق الدم ده سياكي لي أنتو ناس ودين المرضين الجود تدا الدم ما في بجيل الدم ده أنا الجود فوق الدم ده الجود سيا ده قال نجي مرق سيا بقى أنتو مم قال جون فوق فوق ده ساسوك على الهرمو ده بان جا في كلام أنا أنجر بلاتفورم أنا أنجر راسو نعرف بلاسون قال جا اليوم أنجا عن تو الدم ده اليوم أنا شغل جواني هنا قال أنت الدم ده عشان شنو؟ أولا بأولا وأنا كبير وتلقى أجر أجر كبير دم، بس ألوم أنت مرقت أنت شفيت فوق النار ومرضان داير ومود أنت قد شفيت وأنا رفعت زيادة منه ما فيه. رايس كيم المتحدث باسم التجمع قال إن الهدف من هذه الخطوة الإنسانية هو تشجيع الشباب للتبرع بالدم ومساعدة المرضى. بلاتفورم أنا شباب اللمو في أي أسوسياسيون قم اللمو سوا ووسا كريه فوق بلاتفورم ده عشان بنك دي سان ده هسا ده إندا منك مروي ما إندا دم. أما المديرة النائبة للمركز الوطني لنقل الدم الدكتورة ثريا زكريا فقد أشادت بهذه البادرة التي يقوم بها التجمع من حين لآخر. إيديل هم الشعلو ده كان أي ما شعب تشارك في مكانك بقدر بيصير مثل ده بيبانس إن شاء الله نلحق أوبجكتيف أنا أوميت بدوره 100% دونير فولونتير الناس جو أنتو الدم ولين عنينا كان جالينا في وقت أديل عشان اليوم ده باريديسم خلاص بدا عنينا حسينا به في الخدمة النسوة ده خلاص النمبر أنا الديماند بيجي لنا زيادة ودونير ما فيه وبيت دونير فاميليو البجو بنتو أهالي منا كان بيشيل لنا عنينا بيشيل لنا وقت دونك فرما يعطو هنام ده إنسياتيف هنام الشالو ده أديلي وأنينا ندوروك إنسياتيف هنام ده يبورتي أو نيفو. هذا وإن مثل هذه المبادرات الإنسانية ستنقذ حياة الكثيرين ممن يحتاجون إلى الدم، كما أن عملية التبرع بالدم تنشط الدورة الدموية في جسم الإنسان بحسب الأطباء.